ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. ده الالتيميت جايد ان شاء الله، ده الدليل الشامل بتاعك في بلاك اوب 6. انا عارف ان الفيديو اتاخر، ولكن انت هقول لك ايه الحاجات اللي تستخدمها عشان خاطر عايز لو عايز تفتح الدارك ماتر، وان شاء الله الحاجات اللي لها علاقه بالزومبي. والزومبي لسه هيبقى برضو في فيديوهات مستقبليه باذن الله توضيحات اكتر، وباذن الله هنحاول نعمل فيديوهات عن الايستر ايجز والحاجات اللي موجوده. تابعنا عشان تعرف كل حاجة هنتكلم فيها النهاردة إن شاء الله. طب يا شباب، قبل ما نبدأ فيديو النهاردة، السponsor فيديو النهاردة إن شاء الله هو لاجو فاست. لاجو فاست يا شباب ده VPN، تقدر إن أنت تخش على أقرب سيرفر موجود ليك علشان خاطر تستفيد بأقصى وأحسن كونكشن أنت تقدر تلعب عليه. لاجو فاست يا شباب هو سوفت وير متوفر لألعاب كتيرة جدا. وطبعا احنا دلوقتي على بلاك اوب 6، هي دي اللعبه الجديده اللي موجوده حاليا. حضرتك تقدر انك بتفتح الايقونه بتاعت بلاك اوب 6 وبتشوف اقرب حاجه ليك وبتعمل سمارت بوست، واللعبه اول ما مجرد ما بتشتغل كده خلاص بيعمل بوستنج، بتبتدي حضرتك ان انت ايه بتخش على اقرب سيرفر ليك. وفي حاجه كمان هنا اسمها اف بي اس بوست، دي لما بتشغلها بيقلل من الانبوت لاج في الكيبورد والماوس والقطع اللي عندك في الجهاز. تمام يا شباب، دي الاسعار بتاعت لاجو فاست حضرتك تقدر تستفيد منها، ودي موجوده شغاله على الكونسول وشغاله على البي سي. الكونسول فيه قطعه لازم تشتريها عشان خاطر تقدر تستفيد من الموضوع ده. كود الخصم بتاعي ان شاء الله سي اكس سي 30، هتاخد 30% خصم. تعمل ريديم هتاخد 30% خصم. يلا بينا نرجع الفيديو. طب يا شباب رجعنا تاني. النهارده ان شاء الله هنبدا اول حاجه معانا في المالتي. هنخش يا شباب، انت عندك دلوقتي اللود اوت بتاع، انا كدارك ماتر لسه ما فتحتوش، ولكن هقول لك ايه الحاجات اللي تعملها علشان خاطر تسهل عليك الموضوع. تمام، اول حاجه موضوع الهيد شوتس. الهيد شوتس يا شباب هو السنه دي موضوع مش اسهل حاجه. احنا بالنسبه لنا طبعا السيرفرات اللي بنلعب عليها كعرب، البنجات بتاعتنا مش مساعده قوي. انت بتخش قصاد ناس بنجاتها مثلا ممكن 5 اقل من كده كمان، وفي ناس بنجاتها 10، وانت مثلا بنجك بيبقى المينيمم بتاعنا بيبقى حاجه و40 حاجه و50 حاجه و60 على حسب. فدي طبعا اول حاجه تشالنجينج بتواجهك اول حاجه. تمام، فانا هقول لك ايه الحاجات اللي تعملها، ايه المبات اللي تخشها. هم دلوقتي عملوا حاجه كويسه جدا، عندك مثلا في لما بتيجي تخش على اللوبي فايند ا ماتش، عايز تدور على الماتش، عندك دلوقتي نيوك تاون موجوده، وعندك ستيك اوت. ستيك اوت دي يا شباب مابا عامله زي شيبمنت، انا بالنسبه لي هي افضل كمان من شيبمنت لان مفيش كيل ستريكس بتشتغل. حضرتك هتخش هنا في ستيك اوت، دي مابا صغيره جدا جدا جدا، البيس فيها سريع جدا، يعني الوتيره بتاعتها سريعه جدا، فالجيم بيخلص بسرعه ايا كان الكريات نوعها ايه، الجيم بيخلص بسرعه. نصيحه ليكوا يا شباب قبل اي حاجه، قبل ما نبدا اي حاجه، توصل الليفل بتاعك 55. في ناس بتعمل ايه؟ في ناس بتخش على بروجريشن او برستيج. انا دلوقتي ليفل 55، عندك 10 برستيج. تمام، النظام ده كان نظام قديم موجود في بلاك اوبس. طيب ايه الفكره في برستيج هنا؟ كل ما بتوصل 55 ليفل تقدر تخش للبرستيج اللي بعده. طيب ايه العيوب وايه المميزات او كده؟ انت في ريوردز او في هدايا هتجيلك من الحاجات دي، في هدايا او في حاجات هتجيلك من البرستيج، كل برستيج ليه الهدايا بتاعته. تمام، ولكن المشكله ان انت بتبدا تلفيل من اول وجديد. يعني ايه ببدا تلفيل من اول وجديد؟ يعني كل حاجه بتبقى مقفوله كاني لسه الاكونت زيرو، بس الاتاشمنتس والحاجات اللي انت فتحتها في اي سلاح او اي كامو موجوده زي ما هي، ولكن علشان اقدر العب بالبرك المعين دي او بالسلاح المعين ده ما اقدرش، لازم اعمل له انلوك الاول. في توكنز كده بتاخدها تقدر انك تستخدمها، بس طبعا احنا مش هنعمل ده. انا زي ما انتم شايفين ما عملتش ولا برستيج لحد دلوقتي. ليه؟ انا عايز اخلص كاموز وعايز اخلص حاجات، مش هقعد انا ادور على التلفيل ومستني بقى عشان اوصل للليفل ده عشان خاطر اقدر افتح السلاح ده والعب بيه. لا، فاحنا بنعمل ايه باشا؟ انا نصيحتي الصراحه كده كده البرستيج مش هيروح في حته، موجود. حضرتك توصل ليفل 55 وقف على كده. لو انت بتجرايند الكامو، اذا انت عايز تخلص الكاموز وقف يا باشا على 55 وكمل على كده. عندك دلوقتي نيوك تاون، وعندك الستيك اوت، وعندك موش بيت اللي هي 10 قصاد 10. انا عن نفسي النصيحه ان انتوا تستخدموا دول. النيوك تاون هنستخدمها عشان خاطر اللانشرز ان شاء الله، عشان بيبقى فيه ايه كل ستريكس هناك، انما ستيك اوت مفيش. او لو انت عايز تلعب هارد كور بتخش على كلمه فايند ا ماتش هتلاقي فلتر سواء كور او هارد كور. هارد كور هتختار اللي انت عايزها بس وتشيل العلامه من على اي حاجه تاني.
وتدوس فايند اماتش هيتلاقيه كاتب لك فوق كده هارد كور. دي بتموت يعتبر بوان شوت بس، فده طبعا بتبقى لذيذه في معظم الاسلحه، لان يعني في اسلحه ضعيفه جدا فهتحتاج ان انت تموت بسرعه. بس العيوب بتاعه الهارد كور ان انت ممكن صحابك كمان يموتوك. تمام. طيب نيجي نخش في الاسلحه ان شاء الله. الاسلحه يا باشا عندك دلوقتي البركات، في طبعا نظام بركات، وفي حاجه اسمها وايلد كارد، دي معروفه في ترايرك عموما. تمام. الوايلد كارد دي عندنا كذا حاجه، طبعا مع التلفيل كل حاجه بتتفتح. اذا انت من النوع اللي عايز تشيل سلاحين مع بعض برايمري او سلاحين عموما اي كاتيجوري، على ذلك هتروح للاوفر كيل، دي هتخليك تشيل سلاحين. التكتيكال اكسبرت دي بتخليك لما تخش الجيم معاك اتنين مثلا ستان او اتنين ستيم او ايا كان التكتيكال بتاعتك، بيبقى معاك منها اتنين. انا الصراحه شايفها ملهاش اي لازمه، يعني انا مش محتاجها في حاجه. تمام. الاوفر كيل قلنا بتشيل سلاحين برايمري او سكندري، اي حاجه، المهم ان انت بتشيل سلاحين. تمام. الجن فايتر، الجن فايتر دي يا شباب طبعا دي بيرك ممتازه، دي بتخليك تحط 3 اتاشمنت زياده على السلاح، وهتبقى موجوده في وور زون عشان بس الناس تبقى فاهمه، دي هتبقى موجوده في وور زون، تقدر انك تشيل سلاح ب 8 اتاشمنت. تمام. بس هتضحي بالسلاح الثاني، هتلعب بسلاح برايمري وسلاح سكندري اللي هو بيستول بقى او ميلي او كده. الدينجر كلوز دي يا شباب بتعمل ايه؟ دي بيقول لك ان انت لما بتخش الجيم بيبقى معاك ليثل. ليثل يعني ايه؟ يعني قنبله بقى سيمتكس ايا كان، بيبقى معاك اتنين، زي نفس فكره التكتيكال اكسبرت كده. البريبر دي يا شباب دي بيقول لك ان انت تقدر تحط اتنين فيلد ابجريد مختلفين، اتنين، تختار ده او ده. لما بتيجي تفعل بتختار، بيقول لك مثلا تدوس الزرار ده كذا، عايز مثلا تدوس دي كليكايه وده مثلا تدوس اي كده يعني. البرك جريد ده يا شباب من البركات الصراحه بالنسبه لي المفضله جدا جدا جدا، لان البرك دي بتخليك تلعب ببرك زياده. وهنرجع دلوقتي لموضوع البركات عشان تفهموا اللي انا بتكلم فيه. نخش على البركات. البركات يا شباب عندنا السبيشاليتي دي عندنا 3 انواع زي ما انتم شايفين، الانفورسر والريكون والاستراتيجيست. الانفورسر بركات لونها احمر، الريكون بركات لونها ازرق، الاستراتيجيست بركات لونها اخضر. واحده واحده كده. البيرك دي يا شباب، البيرك دي بتعمل ايه؟ بيقولك ان هي بتقلل من الاهتزاز بتاعك وانت بتنط او انت بتسلايد او انت بتدايف، وبتاخد لما تيجي تنط من حته او حاجه الفول دامج بيبقى اقل شويه. يعني لو نط من حته عاليه مثلا او حاجه جوه المالتي، طبعا احنا مش بنتكلم على وورزون، جوه المالتي نط من حته عاليه ولا حاجه الدامج بيبقى اقل. تمام. دي انا مستخدمها في البيرك جريد عموما. السكافنجر طبعا انتوا عارفين السكافنجر بتعمل ايه، بتخليك تلم امو. تمام كده، لما تموت حد بتلم امو. الجان هو يا شباب، الجان هو دي موجوده طبعا احنا عارفين من، يعني هي حاجه تبع ترايرك عموما، كانت موجوده في كل دور البيرك دي، وكانت موجوده في فانجارد كمان، بس كانت موجوده للاسلحه مش بيرك تستخدمها. بيقول لك بقى ايه، ان دي بتزود السبرنت بتاعك والتكتيكال سبرنت، السرعه بتاعتهم بتزود السرعه بتاعتهم، تقدر انك تعمل ريلود وانت مثلا بتزود السرعه بتاعت الريلود، او لو انت بتستخدم معدات او حاجه. هل هنا بتزود الريلود قوي؟ لا ما بتزودش الريلود قوي، ولكن يعني بيبقى ايه اسرع شويه. عندنا يا شباب الدبل تايم، طبعا مش محتاج شرح، الدبل تايم بتزود الموفمنت بتاعتك وبتزود الايه المده بتاعت التكتيكال سبرنت بتاعك. البانك رول دي يا شباب دي بيقول لك ان انت بتبدا معاك 150 سكور ناحيه السكور ستريك اللي انت داخل عليها، او الكيل ستريك يعني اللي انت داخل عليها. دي البركات الحمراء بتاعتها. نيجي على البركات الزرقاء. جوست طبعا مش محتاجه تعريف، دي بتبقى انت مخفي عن اي حاجه تقريبا. نينجا، نينجا دي من البركات اللي معروفه طبعا في ترايرك يا شباب، وكانت موجوده برضو في كل دور. البرك دي بتخليك لما وانت بتجري مفيش صوت رجلين خالص ليك نهائي. تمام. انجينير، انجينير يا شباب طبعا كلنا عارفينها، دي موجوده من ايام وورزون 1، موجوده من زمان اصلا في كول اوف ديوتي. دي بتعمل ايه؟ دي بتحدد لك، بتعلم لك كده على اي معدات، اي حاجه على الارض، اي حاجه هتنفجر، اي مثلا لو حاطط لك لغم، حد ضارب سكور ستريك في السماء بيمرك عليها بالاحمر كده، تبقى واضحه من ورا الحيطان كمان. التراكر طبعا مش محتاجين يا شباب، بتبقى شايف الفوت ستيبس بتاعت الانمي اللي قدامك، اي حد قدامك في التيم اللي قصادك او اي حد عموما ماشي، بتبقى انت شايف الخطوات بتاعته طالما مش معاك في التيم. الفورورد انتل دي بتكبر الحجم بتاع الميني ماب بتاعتك، فبتبقى انت عندك رؤيه اكبر بدل ما تضطر انك تفتح الايه الميني ماب.
الفيجيلنس يا شباب دي عباره عن ايه؟ دي حاجه عامله زي هاي اليرت كده تمام. ولو حد مستخدم الفيلد ابجريد اللي اسمه سليبر ايجنت انت بتقدر تحدده, انت بتبقى شايفه تمام. وهنرجع دلوقتي هنروح ان شاء الله الفيلد ابجريد عشان تفهموا حوار السليبر ايجنت ده تمام. في طبعا كاونتر يو في والسكرامبلر كل دول برضو حاجات موجوده انت بتتاثرش بيها نهائي. سكرامبلر ده فيلد ابجريد, والكاونتر يو في دي سكور ستريك طبعا اللي هي بتشوش على الحاجات دي انت بتاثرش بيها نهائي. بلاد طبعا مش محتاجه تمام, لو في حد بيستخدم سكوب سيرمال او الحاجات دي ما بيبقاش شايفك. واي مثلا كيل ستريك بقى فيها اي اي بقى اللي هي مثلا زي الفي تول والحاجات اللي انتوا عارفينها دي ما بتبقاش شايفاك. نيجي يا شباب للبركات الخضراء معانا بقى. اول واحده معانا الفلاج جاكت, دي اللي هي زي الاي او دي اللي هي بتخليك مثلا تاخد دامج اقل من اي حاجه بتنفجر او اي افكت نار عموما. التاك ماسك دي عامله زي اللي هي الباتل هاردنج كده, انت بتاثر بتبقى بقى بتاخد المده بتاعه الفلاش, الكونكشن اللي هي القنبله اللي بتعمل لك زي ارتجاج دي كده, النيورو جاز ده بيبقى فيلد ابجريد برضو بيأثر عليك بيخليك ايه بتتأثر منه ببطء قوي. يعتبر الديسباتشر ده يا شباب دي بتدي لك سكور, هي عموما يعني تحطها مع البرك الحمراء اللي هي دي بانك رول بتبقى مفيده جدا 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 لو انت بتجمع سكور ستريك او عايز تظبط الدنيا معاك عشان خاطر الناس اللي بتعمل برستيج. بعد ما نخلص طبعا الكاموز بتاعتنا الناس اللي بتعمل برستيج هيبقوا محتاجين قوي ان هم يجمعوا سكور كتير في خلال الجيم تمام. الفاست هاند دي يا شباب عشان خاطر يعني تبدل ما بين الأسلحة أسرع, دي الفاست هاند مش بتعمل ريلود أسرع ملاش علاقة. الكوارتر ماستر دي يا شباب دي بيقولك ان انت دي عاملة بالظبط زي الريستوك كده, اي حاجة معاك بتشحن مع الوقت التكتيكال والليثل بتوعك. الجارديان دي يا جماعة لما بتيجي عاملة زي ايه بالظبط, عارفين السيرفايفل بيرك اسمها سيرفايفل دي بتبقى ايه بركة مش مستخدمة كتير يعني لما بتيجي تقوم حد ولا بتيجي مثلا تعمل كابتشر لحاجة ولا بتاع بتبقى أسرع بس بركة مش مستخدمة كتير. الجير هيد طبعا دي جميلة جدا, دي بتشحن لك الفيلد أبجريد بتاعك بسرعة وبيبقى معاك منه اتنين, فدي طبعا بركة ممتازة ممتازة ممتازة. طيب كده احنا خلصنا الشرح بتاع البركات والوايلد كارد, نخش على الفيلد أبجريدز. اول حاجه معانا الاسولت باك دي اللي هو الامينيشن بوكس, طبعا انت فاهم لما بترمي الامينيشن بوكس صحابك بيقدروا ياخدوا منه وانت كمان تشحن الامو بتاعتك وبتشحن التكتيكال والليت. السبرينج ماين ده يا شباب اللي هو البروكسيميتي بس هنا عاملينه فيلد ابجريد وقوي جدا على فكره, يعني مجرد ما بيشتغل بيفرتك اي حاجه حواليه. التروفي سيستم, التروفي سيستم ده يا شباب طبعا مش محتاجين شرح عنه, يعني ده اي حاجه بتترمي عليك هو بيصدها يعتبر عنك, اي بقى قنابل اي حاجه. سكرامبلر ده بقى يا شباب ده من ضمن الحاجات اللي يعتبر محطوطه في اللعبه دي, ده بيعمل زي ايه بيعمل زي تشويش كده في حته تمام, بيشوش بقى على الانمي اللي قدامك معدات بتاعته الفيلد ابجريدز اللي شغاله اي سكور ستريك مشغلها بيعمل لك ايه تشويش عليها حلو كده, وبيعمل زي برضو تشويش كده بسيط في الايه في الميني ماب. السيجنال لور يا شباب ده بيعمل ريفيل كده زي عامله بالظبط زي الايه طب سيجنال لور يا شباب ده بيعمل ريفيل كده بيكشف لك اماكن الناس اللي قدامك وبتقدر ان انت تسمع الشات اللي هم بيتكلموا فيه, اللي هم في بيتكلموا ان جيم يعني هتقدر انك تسمعهم تمام. وبتدي لك على فكره بونص كويس جدا للناس اللي بتعمل برستيج عايزين ياخدوا اكس بي اكتر اكس بي ممكن يستخدموا السيجنال لور دي. الورك رايد يا شباب دي بتدي لك زي بوست كده شويه وهيلث جنريشن بتدي لك سبيد وبتاع حاجه كده موجوده في فور زون اللي هي مثلا زي ايه الريج سيرم والحاجات القديمه دي كلها, يعني مش اللي هي قوي يعني فاهمني. تاكتيكال انسرشن دي بترميها يا باشا مكانك وقت ما تتقتل هتسبون في المكان ده وهتروح خلاص هي. اوكستيك ام بي دي بتخليك تسمع الخطاب بتاعت الانمي اللي قدامك بشكل اوضح طبعا لمده معينه من الزمن. مورفين انجكتور دي يا شباب بتعمل ايه لما انت بتحقن نفسك بيها, دي فيلد ابجريد تمام, بيبقى معاك حاجه زي اللاست ستاند. اللاست ستاند دي كانت بيرك موجوده بتخليك وانت متدون يعني انت بتتدون مش بتموت, لما بتتدون انت يا باشا بتفضل قاعد كده سيلف يا اما حد يجي يعمل لك ريفايف يا اما لو جبت كل تقوم كانك عملت لنفسك سيلف تمام كده.
النيورو جاز ده طبعا ده حاجة كده جهاز بتحطه على الأرض لما بيعدوا من جنبه بيخرج زي جاز كده سحابة غاز كده بتعمل زي هلاوس وحاجات كده اللي قدامك وساعات بتموته كمان. السليبر ايجنت هي دي بقى شباب دي حاجة هم ضايفينها السنة دي والصراحة في اللعبة دي وجميلة جدا. بس طبعا احنا شفنا الكاونتر بتاعها في البركات الزرقاء زي ما قلت لكم الفيجيلنس دي الكاونتر الفيلد ابجريد ده. لكن لو محدش معاه الفيلد ابجريد بتاع الفيجيلنس انت هتستمتع جدا. ليه بقى؟ شايفين الخط الاسود ده؟ اي حد انت بتموته انت لما بتشغل الفيلد ابجريد ده وبيشحن ببطء جدا على فكره، يعني نصيحه انك تحط الجير هيد اللي هي البرك الخضراء لان بيشحن ببطء جدا تمام. ده بيخليك اول ما تشغله تتحول كانك في التيم اللي قصادك، يعني هم ما بيبقوش شايفينك انك انمي، بيبقوا شايفينك عادي انك معاهم وتقدر تقتل فيهم عادي طالما ما حدش فيهم معاه البرك بتاعه الفيجيلنس دي. انت يا باشا في السليم، هتفضل ماشي عمال بتقتل فيهم هم ولا واخدين بالهم من اي حاجه. طب يا جماعه هنيجي بقى لايه؟ نيجي بقى لموضوع الكاموز عموما بتاعت الدارك ماتر. الدارك ماتر السنه دي هم عاملين حاجه جديده. ايه هي؟ مثلا عندك المالتي بلاير، طبعا احنا عشان بنتكلم على الدارك ماتر بس، عندك المالتي بلاير بيقول لك ايه؟ دول كام كامو؟ دول تسعه، حوالي تسعه كامو. بيقول لك اعمل لي 100 هيت شوت تفتح دول. دول بيتفتحوا ازاي؟ انك تعمل 100 هيت شوت. معظم الاسلحه كلها كده 100 هيت شوت. ده بيقوم فاتح لك اتنين كاتيجوري تانيين اسمهم سبيشال. سبيشال ده بيفتح لك اتنين كامو على حسب بقى. ده مثلا بيقول لك ايه؟ هات لي 30 كيل بالسلاح ده اللي هو الوان شوت، يعني خش هارد كور من الاخر، اعمل كيلات في الهارد كور 30 كيل. هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك لونج شوتس تقريبا بتبقى حوالي 50 متر تقريبا او ممكن 48 كمان. دي الهيد شوت بتاعتك بتتحسب او الكيل بتاعتك بتتحسب لونج شوت عموما. بعد كده هتخش على الجولد. الجولد بقى بيقول لك ايه؟ تعمل كيلتين دبل كيل من غير ما تموت 10 مرات هتتحسب لك. عندك السنايبرات ثلاث اسلحه تمام. بعد ما بتخلص الثلاث اسلحه دول حضرتك تفتحهم جولد بيتفتح لك الكاتيجوري اللي هو ايه؟ الدايموند. تمام كده بيفتح لك الدايموند. الدايموند ده يا شباب بتقدر تعمل فيه ايه؟ حضرتك مطلوب منك تعمل 3 كيلات من غير ما تموت 10 مرات. يا باشا خلصت ده دايموند، خلصت الكلاس كله. لازم طبعا عشان تخش على الدارك سباين تمام، طبعا انتوا شايفين يا شباب الكاموز الصراحه تحفه. يعني عشان تخش على الدارك سباين مطلوب منك ايه؟ لازم تفتح 33 سلاح دايموند. دول طبعا هم الاسلحه اللي موجوده يعتبر في اللعبه كلها دلوقتي. لما ينزل سيزون 1 ان شاء الله يوم الخميس 14/11 هتقدر انك تستخدم اي سلاح من الاسلحه اللي هتضاف، يعني انت غير مجبر وغير مقيد بالكاتيجوريز اللي هم حاطينها نهائي. انت ممكن يا باشا تشتغل عادي جدا 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 اي سلاح نزل تشتغل عليه وخلاص، يعني ممكن تتفادى اللانشرز نفسها. انا عن نفسي بفكر في كده، هتفادى اللانشرز خالص عشان ما اخشش في العذاب ده. باشا سلاحين هينزلوا، هينزل مثلا سلاح اي ار وسلاح اس ام جي، اخلصهم في جيمين في كام جيم كده نخلص منهم وخلصت خلاص. يبقى انت يا باشا خلصت دنيتك ومش محتاج، انت حتى هتبقى اشتغلت على الدايموند واشتغلت على الجولد. بعد ما تخلص المهم الجولد الدايموند مطلوب منك 3 كيلات من غير ما تموت. بعد ما تخلص 33 سلاح دايموند، 33 سلاح ايا كانوا هم ايه مش بالكاتيجوري تاني، هيفتح لك الدارك سباين. الدارك سباين ده بقى عبيط، بيقول لك 3 كيلات او اكتر بالسلاح تعمل بيه 3 كيلات 3 مرات، مش طالب منك اكتر من كده، هم 3 مرات بس. خلصت يا باشا للاسلحه كلها، خلاص انت كده شغال في الدارك ماتر. في الدارك ماتر 5 كيلات من غير ما تموت، هي دي بقى اللي هتبقى صعبه، بس كل سلاح لوحده. خلصت تقريبا بتبقى 3 مرات برضو، يعني برضو 3 مرات هنا، هنا 3 مرات وهنا 3 مرات او 3 تايمز اي، بس 3 مرات و 3 مرات. هنا 15 كيل وهنا 9 كيلات، بس 9 كيلات من غير ما تموت، 3 في 3 في 3. خلاص كده فتحت الدارك سباين، وهنا 5 كيلات من غير ما تموت 3 مرات بس. يبقى انت كده يا باشا خلصت الايه؟ خلصت الدارك ماتر. الكاموز يا شباب هي حاجاتها مش اصعب حاجة الصراحة، وخصوصا في ظل وجود مابا زي مابات زي نيوك تاون او ستيك اوت. دي طبعا ستيك اوت دي المسافات القريبه، لو قال لك بوينت بلانك، بوينت بلانك يعني كلات تبقى مسافه قريبه جدا تبقى لازق في اللي قدامك.
انت محتاج مابا زي دي ستيك اوت، سواء بقى دخلتها كور او انك تدور تخش هنا فيس اوف دي عشان تخش هارد كور. ساعات بتيجي في الهارد كور على فكرة وبتبقى ممتازة، تنجز فيها حاجات كتير. بس فاحنا هنا ده شباب كان معظم الحاجات، يعني معظم الشرح بتاع الاسلحة. السكور ستريكس طبعا احنا مش محتاجين فيها كلام كتير، يعني هي بس انت عندك ايه لو هنيجي نتكلم مثلا السكاوت بولس واليو اي في والكاونتر يو في، طبعا دول بيدوا لك كميه، والهارب برضو دول بيدوا لك كميه اكس بي مش طبيعيه، مش طبيعيه حرفيا، خصوصا للناس يا شباب اللي بتعمل ايه، الناس اللي عايزه تعمل برستيج زي ما قلت لكم. فانت نصيحه ليك، شوف الاستراتيجي المناسبه ليك. انا عن نفسي مش هعمل برستيج الا لما اخلص على الاقل دايموند، خلص دايموند للأسلحة كلها. انا دلوقتي انا شغال في الدايموند الحمد لله بتاع الأسلحة. خلص يا باشا الدايموند، يبقى انت ناقص لك الدارك سباين، انت كده خلاص، انت الصعب خلص، اللي هي الهيد شوتس والحاجات دي. والموضوع بياخد وقت يا شباب، الموضوع بياخد وقت، ولكن لما تخلص هتفهم ايه الحلاوة بتاعت الكامو. الكامو شكله جميل جدا على فكرة. بس فمش هطول عليكم اكتر من كده، ده الشرح عن الدارك ماتر عموما، وايه اللي تعمله، ايه المبات اللي تخشها. انا نصيحه يا شباب ان انتوا تخشوا عندك نيوك تاون وعندك ستيك اوت زي ما قلت لك، وفي مابه تانية اسمها باي باك. المبات دي اللي انت تخشها، دي احسن مبات عشان في السريع، وسابسونيك برضو مابه كويسه جدا. هتخش المبات دي هتلاقي نفسك ايه انجزت في السريع ان شاء الله. بس فمش عايز اطول عليكم اكتر من كده، ده شرح عن الدارك ماتر وايه الحاجات اللي تعملها وايه اللي تستخدمه. انا عن نفسي دي البركات يا شباب اللي انا بشتغل بيها، انا بحب البركات دي عشان بتديني موفمنت، بلعب برك جريد وبلعب بالبركات دي. انت بقى كل واحد والبلاي ستايل بتاعه، بس انا عن نفسي بلعب ايه اللي هي الانفورسر دي، لان هي دي البركات الصراحه اللي بيجيب معاها من الاخر، وبتتحرك اسرع بكتير، بيبقى ليك ادفانتج، بيبقى ليك يعني ايه زي ما بيقولوا ايه، ان انت ليك اليد العليا على اللي قدامك من الاخر يعني. بس فاحنا ايه ده كده شرح بسيط جدا عن الموضوع، مش عايز اطول عليكم من كده. وباذن الله الفيديو الجاي هنتكلم عن حاجات في الزومبي ليه علاقه بالاوجمنتس وبالاسلحه وبالحاجات دي. ما تنساش تعمل لايك شير سبسكرايب، واتمنى اشوفكم كده على خير في فيديو جديد ان شاء الله.